تحياتي للجميع، يسعد مساكم. كيف ممكن ننقي جسمنا من السموم بشكل بيتي بسيط؟ طبعا لما نحكي سموم بنحكي عن معادن ثقيلة، لما نحكي سموم بنحكي عن بكتيريا، لما نحكي سموم بنحكي عن فيروسات، لما نحكي سموم بنحكي عن فطريات، لما نحكي سموم بنحكي عن هذه المواد الضارة اللي الكبد اللي هو العنصر الرئيسي والعضو الرئيسي في الجسم لتنقية الدم وتنقية الجسم من هالسموم، هذا بيكون عاجز عن إخراج السموم. ومن هنا السموم هذه بدل ما نخرجها بنصير نحافظ عليها في داخل الكبد، وبصير التشمعات حواليها والدهون حواليها، بس يمتلئ الكبد في هذه السموم، في هاي الحالة بصير يخزن على المناطق الأطراف، على مناطق الكرش، على أسفل الرجلين. كيف إحنا بمواد طبيعية بسيطة ممكن نخلص حالنا من السموم؟ شو هي أفضل المواد اللي ممكن نلاقيها في جوارير بيوتنا إذا بندور، أو في الحدائق المنزلية، أو شوية أكم من خطوة بعيدة عن البيت؟ أول شغلة بحب أذكركم فيها اللي هي نبتة الخرشوف أو الأرضي شوكي. الأرضي شوكي اسمها بالإنجليزي كمان أرضي شوكي أو الخرشوف. هذه المادة مادة برية، نبتة برية جبلية، لا تسقى، كل ما كانت بعلية بتكون أفضل في المقومات والخصائص اللي موجود فيها. ومدام بنحكي عن الخرشوف أو الأرضي شوكي، خلينا نروح لابن عم الخرشوف والأرض الشوكي اللي هو أقوى في الفاعلية، اللي هو اسمه، هذول أهل نابلس أكيد هم المشهورين في عمل هذه الأكلة، أكيد عرفتوه، العكوب. العكوب البري، العكوب هي نبتة جبلية زي الخرشوف، كلها من نفس العائلة، تحتوي على المواد الفعالة هذه اللي بتنظف وبتشيل هالالتهابات وهالسموم هذه. طبعا سواء العكوب او الارض شوقي يمكن اكله في عدة طرق يعني، بس افضل طريقة دائما، افضل طريقة للحصول على كل هذه المواد اللي هي طريقة العصر، وهو فريش مع ليمون مع بقدونس، العصائر الخضراء من الخرشوف او من العكوب. بس طبعا الأكثر بيحاول يطبخها، بنحاول نغليها على النار سواء مع شوربات أو سواء نحشيها في اللحم والبصل والثومة، كمان الفعالية بتكون قوية وجيدة بس أقل من إنه لما نأخذها فريش. طبعا الخرشوف إذا بتلاحظوا، أو العكوب لما يتم تقليع المادة الشوكية اللي بتكون محيطة فيه، طبعا بيكون كله شوك، وبنصير ننكب في العكوب يعني نشيل هالشوك هذا شوي شوي. هلا مادة الخرشوف، نبتة الخرشوف لما ننزل كتير في إزالة الأوراق، بنلاحظ في نهاية الورقة من تحت اللي لاصقة في النواة تاعت النبتة بتكون مادة بيضاء بسيطة، إذا شلناها وظلنا نعمل نشيل فيها بصير إيدينا سمر، إيدينا سمر من المواد القوية اللي ضد الأكسدة اللي موجودة في هذه المادتين الكويسات، واللي هي رخاص ومتوفرة خصوصا في الفترة الشتوية، ممكن تصرحوا على الجبال وتلقطوا. طبعا مدام نحكي عن الخرشوف وبنحكي عن العكوب، خلينا نميل على الزعتر البري. هذا الزعتر البري الأصلي أو الأوريغانو ذات الرائحة الزكية النفاذة، هذا أقوى منظف ومزيل للسموم، الزعتر. الزعتر الأوريغانو بنشربه يا إما شاي يا إما بنحطه على السلطات بشكل أخضر. كل المطبخ الطلياني كله بيعتمد على عشبة الأوريغانو أو الزعتر البري في كل السلطات مع كل المأكولات، بهارات، كله زعتر. هاي الثلاث مواد. هلأ بنميل على المواد الثانية اللي هي متوفرة كمان وبكثرة، البصل والثوم. البصل والثوم، البصل والثوم بيحتوى على مادة الأليسين، هذه بتوسع الأوعية الدموية وبتنشط حركة الدم، بيحتوى على الكبريت وعنصر الكبريت وأهمية عنصر الكبريت في إزالة السموم، يعني اللي هو الأكثر عنصر فعال لإزالة السموم هذه اللي هو الكبريت. فإذا الكبريت متوفر في الثوم ومتوفر في البصل، إذا بدنا نتناولهن بمختلف
الأشكال، سواء فريش مع السلطات، سواء طبيخ مع الشوربات، سواء ممكن ننقع الثومة. لما ننقع الثومة بزيت الزيتون البكر، وبعدين ناخذ الزيت هذا ونعمل فيه دهون على أي منطقة بنحس إنه خفف الألام بدرجة كبيرة، خفف الاحتقانات بدرجة كبيرة. وإذا أكلنا ملعقة ملعقتين من هالزيت مع الثوم في البيت على فترة الصبح على الريق، هذا بيكون أفضل تنظيف للكولون وأفضل تنظيف للكبد. ماشي، الثوم ممكن تخليله والبصل ممكن تخليله. هلا المخللات، إذا بتعملوا المخللات هذه لازم تأخذوها بعين الاعتبار في كل بيت، يعني مخلل الفلفل الأحمر أو الفلفل الأخضر أو الباذنجان أو المقدوس أو الخيار. إذا بنضاف على الحشوة هذه ثومة وبصل وبقدونس وكزبرة، وبتحطوا ملعقتين ثلاثة كركم على التبهير التبخيري هذه، ثلاث معالق كركم مع البصل والحشوة هذه، وتحطوا عليها ملعقة من الفلفل. الكركم أساسي، أو الكركمين، أو الكركم هذا البهارات اللي بنجيبه وبنحطه على الأكل. الكركم ممكن تشتروه فريش اللي هو زي جذور بتكون موجودة، وتحطوه مع السلطات أو عصائر أو أي شيء، وممكن تحطوه كمطحون مع الحشوة هذه. ففي هاي الحالة انتو بتاخدوا حبة فليفلة مخللة مع حشوة، كلها مبيدات وقاتلات ومزيلات للسموم، بس حبة فليفلة مخللة أو حبة بندورة مخللة ومحطوط فيها الحشوة هذه، أو مقدوس مخلل ومحطوط فيها الحشوة هذه. والكركم إذا بدنا عملية نمتصه من الأمعاء بدنا الفلفل، سواء فلفل أسود أو فلفل الأحمر أو الفلفل الأبيض أو الفلفل، بيساعد في عملية الامتصاص. وهذه ممكن إن إحنا نحط فلفل فريش مع التتبيلة هاي أو الخلطة هاي اللي بدنا نحشي فيها المخللات. المخللات كويس استخدموها، بس حطوا ملح بكمية بسيطة، وهذه من مزيلات السموم. من مزيلات السموم اللي موجودة عندنا في البيت زيت الزيتون. زيت الزيتون قوي في قدرته على امتصاص السموم وإخراجها. زيت الزيتون بيحتوي على كتير من مركبات ضد الأكسدة وضد الالتهابات، وبيساعد الكبد على تنظيف نفسه وبنشط حركة الكلية، وكويس ممتاز لموضوع الكولون والإمساك. فزيت الزيتون، إذا بدنا نضلنا في شجرة الزيتون، ورق الزيتون، ورق الزيتون متوفر، ودائما هي شجرة دائمة الخضرة، فاختاروا أي موسم أي وقت لقطوا ورق الزيتون الأخضر، اغلوه على النار لمدة 5 دقائق بعد عملية غسله، اشربوا بعد ما تحطوا على الكاسة هذه شوية ليمون وشوية عسل، إذا بدكم ملعقة من العسل أو نص ملعقة، لأنه العسل أكبر طارد للسموم، العسل ومنتجات العسل المختلفة. بس إحنا هلأ خلينا نحكي على مغلي ورق الزيتون. هذه وصفة سهلة ومتوفرة مرتين في اليوم، هتساعد كتير، ولا حدا يقول لي هلأ ضغط وما ضغط، لأنه هذه كلها بتنزل الضغط، وهذه كلها بتعطيكم طاقة، وهي كلها بتساعد الكبد، هاي كل هالأمور بتنظف الكولون. يعني فيش أي ممنوعات إنها تمنعنا إن نأخذ هاي المركبات. ماشي، خلينا نكمل. مدام إحنا لسه في الكبريت، إذا خلينا نحكي عن الكرنبيط، خلينا نحكي عن البروكلي. هذه الكرنبيط الصغيرة، الكرنبيط والبروكلي ضروري إن نأخذها بعين الاعتبار في عملية الأكل لطرد السموم، الاحتواء مش بس على الكبريت ومواد تانية جيدة جدا. هلأ إذا بدنا فعالية أفضل 10 أضعاف من البروكلي أو من الملفوف أو من الكرنبيط، في هاي الحالة بنجيب البذور وبنعمل عملية تنبيت لهذه البذور. التنبيت شغلة بسيطة، بنجيب البذور بنحطها في كنينة من المياه أو في مرتبان من المياه، مرتبان، وبنضيف عليها شوية مية وبنغسلها وبنخضها شوية وبنكب المياه وبنخلي الحبوب هذه، وبنسكر المرتبان وبنخليه في جو هيك معرض لأشعة الشمس شوية.
يوم يومين لعشرة أيام بتلاحظوا إنه البراعم هاي صار حجمها 10 سنتي. فهذه البراعم بدكم تأخذوها، هذه فيها مكونات 10 أضعاف النباتات نفسها، خدوها بعين الاعتبار. براعم القمح، القمح الأخضر، هذا القمح الطبيعي أو الشعير، بتجيبوا نفس المبدأ، بتنبتوا ولما توصل البراعم 5 سنتي 6 سنتي بتقصوا وبتعملوا منه عصير أخضر من هاي البراعم مع إضافة الليمون. ماشي، نكمل في موضوع الشغلات البسيطة والرخيصة، يعني مش شغلات غالية ومتوفرة. الشمندر، الشمندر الأحمر هذا اللي احنا بنستخدمه فقط وانت لما بدنا نلون اللفت الابيض يصير لونه احمر، هذا اللي بنعرفه عن الشمندر. ما بنعرف انه الشمندر مليء في الحديد ومليء في النحاس ومليء في المواد اللي ضد الاكسدة، وعدا عن الالياف اللي موجودة فيه اللي بتخلي كمية السكر اللي فيه يعني مضبوطة ونوعا ما كويسة ومش هترفع السكر عندنا بشكل كبير، بالعكس هتعمل على تجديد خلايا الكبد الشمندر، تحفيز الكبد على زيادة في الدورة الدموية، قوة في الدم وجريان الدم وتصفية للجهاز البولي كله. الشمندر اللي عنده فقر دم شمندر، اللي عنده فيش عنده طاقة شمندر. هلأ الشمندر كيف بدنا نستخدمه عشان نحصل على أفضل نتيجة؟ أفضل استخدام طبعا هو فريش، بنكشره على الخفيف او بنغسله بشكل جيد وبنحط لنا حبة صغيرة في الخلاط، بنحط معه عندنا خيارات، ممكن تحطوا معه حبة ليمون اخضر هيك صغيرة مع قشرها مغسولة بالقشر، بتتقطع وبتنحط مع الشمندر. ممكن تحطوا عليها حبة جزر صغيرة، ممكن تحطوا عليها حبة تفاح وخصوصا التفاح الاخضر الحامض. كل ما كان في حموضة في النباتات هذه كل ما كانت يعني الأحماض واللي بتشيل السموم أقوى. ففي هاي الحالة أنا بحط شوية مياه وبخلطها في المياه هذه، بشرب لي كاس صغيرة في الفترة الصباحية وكاس صغيرة في الفترة المسائية من الشمندر. إذا ما بدي أخده فريش ممكن أسلكه السلق واعملوا سلطة مع البصل مع الثوم مع الليمون، هاي سلطة مشهورة في أوروبا طبعا. غير السلطة ممكن أنا أعمل طبيخ شوربات كشوربة شمندر، وقبل ما أخده أضيف عليه الفلفل، أضيف عليه الكركم، أضيف عليه الليمون، يعني هاي بتحصلوا على أفضل وأرخص مواد لا إزالة السموم بسيطة بيتية. غير الشمندر طبعا الخردل، حبوب الخردل او المستردة اللي هي معمولة من حبوب الخردل، المستردة اللي بناكلها مع الوجبات السريعة اللي نخفف منها السموم هذه شوي اللي بناكلها، فعشان هيك بنضيف الخردل على الموضوع او المستردة. الخردل ممكن حبوب الخردل تلاقوها باشكال مختلفة، اشي ابيض اشي اسود. للاستخدامات الداخلية خذوا الابيض، للاستخدامات الخارجية كزيوت خذوا الاسود. الخردل ممكن تاخذوه كمان تنبتوه، تنبيت الخردل كمان فعال كويس في إزالة السموم، أو ممكن تطحنوه وتحطوه على السلطات، ممكن تحطوه على الشوربات، أو الخردل ممكن تاخذوه على شكل تعملوا مستردة بيتية انتو لوحدكم وتصيروا تاكلوه مع كل الوجبات، هذه كويس كتير. طبعا الشغلات اللي أبسط اللي هي البقدونس كورق، البقدونس كحبوب البذور، البقدونس كتنبيت، البقدونس ممكن نحطه على السلطات، عصائر، طبخ، كله بيضله فعال. الكزبرة نفس البقدونس بس فعاليتها أكبر شوي، وبذور الكزبرة أقوى من الكزبرة نفسها في عملية تخليصنا من السموم، أو إذا بتعملوها تنبيت نفس الشيء وبتاخدوها هذه كمان كويسة. إن شاء الله كل فاهم عليك بلهجة الفلسطينية هاي البسيطة، أنا بحاول يعني أفهم قد ما أقدر وشوي شوي، بس من كثرة المعلومات وبديش أزهقكم بحاول أظلني أسرد 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 اللي حافظ على وقتكم الثمين. بس هلأ بالنسبة للترجمة للعربي وللإنجليزي وللغة المغربية واللغة التونسية واللغة العراقية، انتو ساعدونا، في عارفين للحلقات يترجموا
ويكتبوا تلخيص ويكتبوا هاي المعلومات بشكل مقروء، خلي الناس اللي ما قدروا يسمعوا يفهموا، يفهموا بشكل مكتوب قد ما نقدر، اللي نوصل المعلومة صح. إذا ما وصلناها صح لا فينا ولا في شغلنا. فهذه شغلات بسيطة جدا حتنقذكم من شغلات كثيرة. استخداماتها ممكن تكون مرة مرتين في اليوم، خلوها في وجباتكم اليومية. استخدامات آمنة، بتنزل الضغط، بتنزل الكوليسترول، بتغسل الكبد، بتغسل الكلية، بتسرع بتعمل عملية إضرار للبول، بتشيل الاحتقانات في الكولون، الإمساك بتشيله، بتخفف منه، وبالحصيلة هذه اللي هترفع المناعة تاعتكم، هتخفف من الأمراض المزمنة والآلام المزمنة اللي موجودة وبكثرة في هذه الأيام، لأنه السموم زادت. السموم زادت والجسم مش قادر يطلع، فخلينا نساعد هالكبد الفقير، هالعبد الفقير على إخراج هذه المواد باستخدامنا لهذه الشغلات. وزي ما اتعودنا يعني إزالة السموم مش بس أكل وشرب، إزالة السموم بشكل فعلي كبير بيجي عن طريق التمارين التنفسية. أنا لما أطلع زفير ودخل أكسجين على جسمي، الأكسجين هو أكثر قاتل ومزيل للسموم، الأكسجين. وأنا عندي فرصة عن طريق الجهاز التنفسي أدخل أكسجين، أحبس النفس في صدري لمدة 8 ثواني، أطلع زفير من الأنف لمدة 6 ثواني 7 ثواني. في هاي الحالة أنا بدخل على رئتي كمية كبيرة من الأكسجين وبطلع كمية أكبر من الأكسجين. الطريقة الثانية للتنفس اللي هي الطريقة السريعة عن طريق الأنف، هذه بتعطي نيتريك أكسيد أكتر وحتوسع الشرايين أكتر وطاقة أكتر، اللي هو فقط لمدة دقيقتين نتنفس شهيق وزفير من الأنف ونسكر ثمنا، يعني نصوم عن فتح الثم لمدة دقيقتين ثلاثة ونعمل التمارين التنفسية. الشغلة كمان اللي بدها تساعد على إزالة السموم، الحركة، المشي، الهرولة، الفترة الصباحية، هذا كله سموم، سواء طاقة زايدة، سواء مشاكل في عملية الإخراج، لأنه بدنا نسرع في عملية الإخراج، وكمان مع عملية الهرولة أو المشي بنزيد من سرعة التنفس، وفي هاي الحالة بنطلع عن طريق النفس، بنطلع عن طريق العرق، بنطلع عن طريق البراز، بنطلع عن طريق البول. هاي الأربع مخارج لها السموم هذه. فأنتوا شطارتكم وأنتوا همتكم، نتمنى لكم حياة سعيدة بالصحة والعافية وخالية من كل السموم. دكتور محمود السوس، علاج طبيعي وتأمين. سلامة.